بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن شروق الأرض من سطح القمر. صورة لشروق الأرض من على سطح القمر: تبدو الكرة الأرضية مثل هلال أزرق جميل مثل ما تلاحظون يشرق على القمر. يقول العلماء أن هذه الظاهرة، ظاهرة شروق الكواكب، تتكرر بلايين من المرات في الكون، أي أن الحقيقة العلمية تؤكد وجود عدد لا نهائي من المشارق. والعجيب أن هذه الحقيقة المكتشفة حديثا قد أشار إليها القرآن الكريم قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن إلهكم لواحد رب إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. سورة الصفات آية من 4 إلى 5. فمن الذي أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوجود عدد من المشارق في الكون؟ نقول: ألا تشهد هذه الآية على إعجاز القرآن الكريم في هذا العصر؟ والله أعلم.